إذا هي تحية من داخل إطارنا العادي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. كما تشوفوا هذا الشكل النضالي المجسد هو تعبيرا عن الطلبة لرفضهم لوقت الامتحان والمطالبة بالتأجيل، يعني التأجيل الذي جاء، المطالبة بالتأجيل التي جاءت نتيجة المجموعة من الخطوات التي اتخذتها الإدارة نحو الطالب، وهي ذات طبيعة عنفية وتمردية. يعني أي أن فاش تشوف بأن الطالب إلا بقات هذه السياسة اللي تنهج حاليا فالطالب في مهب الريح، أقولها وأعيدها، فالطالب في مهب الريح. وهاد الجماهير الطلابيه اللي تشوفوا دابا فهي واحد الفئه الواعيه في المجتمع وفي نفس الوقت المهمشه، لان الوعي في المغرب يساوي التهميش. مما يعني ماذا؟ محاربه التعليم. اقولها واتحمل مسؤوليتها من هذا المنبر، فهي يعني سياسه التعليم اصبحت طبقيه. بالنسبه للاعتصام هو لمده 14 يوما، وجراء الاعتصام بزاف ديال الطلبه اللي راهم في حاله مزريه حاليا في المستشفى. تصور معايا طالب لمده 14 يوم، كتعرف الطقس كي داير دابا، باي طالب تيبات مانطا ولا ما كايناش، كاين طلبه اللي تيباتوا بلا مانطات، نعس تحت ميكا. كانوا اغماءات، كانوا يعني ماشي اغماءات اللي هذوك الناس اللي كانوا اغمي عليهم، يعني راه تنقول لك راه كانوا ناس من غيرهم داروا اضراب عن الطعام، حاليا مازالين في حاله مزريه داخل المستشفيات. التواصل على الاداره، الاداره ما تتواصلش، اي ان الطلبه فاش يبغيو فاش يطلبوا الحوار مع الاداره تعطيهم 5 دقائق، واي مسؤول تما تقول لهم انا ما مساليش اعطيكم 5 دقائق، تيسمع لهم ولا ما تيسمعش خلال ديك ال5 دقائق، انه تيدوز مكالمه هادشي فيه اي انه ما تيسمعش لك شنو تقول. والاداره تمارس واحد السياسه قمعيه وترهيبيه تجاه الطالب. يعني ماذا تنتظر من واحد الكليه اللي هي هذاك الوثيقه اللي خرجت بها تبين كبيان لتاريخ الامتحانات متناقضه مع الوزاره، لان الوزاره تقول لك جراء هذه الحاله الوبائيه اللي واقعه دابا يعني الامتحانات يكونوا عن بعد ولا يتم التاجيل ديالهم. هما داروا الامتحان في 10 في الشهر، ويعني هذا متناقض، كل التناقض مع القرار اللي خرجته الوزاره. بالنسبه لكليه العلوم، يعني كليه الحقوق، كليه الحقوق وكليه العلوم عندهم رئاسه واحده، ولكن طلبه كليه العلوم ولهم كل التحايا من هذا المنبر، فهما جسدوا النضال ديالهم وتم الاستجابه لهذاك النضال ديالو وتم تاجيل الامتحان. وانما هنا ما كاينش واحد الاذن صاغيه للطالب. الاعتصام اللي كان في قدام الرئاسه يعني جسدوه طلبه احرار، ولكن ما تم حتى شي استجابه. يعني كاين بزاف ديال المشاكل داخل كليه الحقوق مكناس، وانا اقول واتحمل مسؤوليتها مجموعه من المشاكل. المطالب ديالنا هو تاجيل الامتحانات، لان كاين طلبه اللي يعني مازالين هما تيقراو عن بعد يعني في مناطق نائيه، وهذا التاريخ مشبوه، يعني تاريخ ماشي في مصلحه الطالب بتاتا. يعني الى هنا كاين مجموعه من المشاكل اللي بقيت نقولهم، نحتاج الى ساعات طويله. الى هنا انا احيي جميع الجماهير الطلابيه، دامت صامده ومناضله، وما يعني ان الطالب يناضل على حقه فهو يعني ان له ما له من الرقي والوعي. والى هنا دامت الجماهير الطلابيه حره، وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.